أول نوع من الأبواق اللي هو مصنوع من قرون الكباش، والقرن طبعا بيتكلم عن القوة في الكتاب المقدس، لأن الحيوانات بتهاجم عدوها وبتدافع عن نفسها مستخدمة القرون بتاعتها. فالقرن يتحدث عن القوة، وأنت بموت الرب قوي جدا وبإيمانك بدم الرب يسوع الثمين أنت لست ضعيفا، أنت قويا. وتقدر تقول إبليس ما يقدرش عليا، خطية ما تقدرش عليا. ليه؟ عشان أنا قوي. ليه أنا قوي؟ أنا ضعيف في ذاتي، زي ما قال بولس أنا إناء خزفي، يعني إناء من الطين، يعني إناء ضعيف. امسك قلة معمولة من الخزف من الطين ارميها على الأرض تتكسر وتتدشدش. ده أنت وده أنا، احنا في ذواتنا ضعفاء، لكن الكتاب يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. يبقى عندك كنز جواك. ما هو هذا الكنز؟ ده الروح القدس اللي بيخلي الإناء الخزفي إناء قويا. أنت خزف في ذاتك، سهل إنك تتكسر، سهل إنك تتجرح، سهل إنك تتصرف تصرفات تسيء إليك، عشان أنت ضعيف زيي وزي أي إنسان. أنت إناء خزفي، أوعى تنسى هذه الحقيقة. أنت إناء خزفي ضعيف جدا، وهتفتكر مواقف في حياتك أثبتت الحقيقة دي إنك ضعيف جدا. في مواقف تبين ليك إنك أنت كم أنت ضعيف، إنما رغم إنك أنت إناء خزفي ضعيف الرب عايز يملاك بالقوة. وتقدر تقول أنا ضعيف في ذاتي، أنا قوي بالدم، أنا قوي بموت الرب من أجلي، أنا قوي بمحبة الرب ليا. وقرون الكباش تتكلم عن القوة، القرن يتكلم عن القوة، فالبوق هنا بيتكلم عملوه من قرون الكباش عشان يقول ان الرب حبنا والكبش لم يهرب من الموت بدل إسحاق، وبالموت اللي ماته الرب نكون أقوياء، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يبقى ده أول نوع من أنواع الأبواق، أبواق معمولة من قرون الكباش.